السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي وأصدقاء عادل فتحي في كل مكان، كل التحية وكل الاحترام لكم، متشكرين على دعمكم الكبير لعادل فتحي، وأنا ممنون ممنون جدا 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 لكم، وكتر ألف خيركم لتكبير قناتي، ألف مليون شكر. النهاردة بنتكلم على الأسطورة، وحينما نذكر الأسطورة احنا عندنا أسطورتين طبعا، مو صلاح حبيب والدي أبو مكة ما فيش كلام، وعندنا أسطورة اليويو. وكلمة اليويو انتوا فاكرين لعبة زمان اسمها لعبة اليويو، فأنا اليويو فعلا أو اليوتيوب بيفكرني بلعبة اليويو والتذبذب بتاعتها ويمين وشمال على طول. حمدي ووفاء اللي تربعوا على عرش المشاهدة في مصر، وخاصة بعد قاب قوسين أو أدنى من انتهاء قناة حمو شاكر وقناة جبس مصر وخروج أحمد حسن من مصر، أصبح هو خلاص ما فيش غيره هو وشاور، وشاور طبعا بتاع الشباب المراهقين، وأصبح حمدي هو الأعلى مشاهدة، وكان بيحصل على 3 مليون و 2 مليون، بل إن في بعض الفيديوهات كانت بتحصل على 6 مليون و 5 مليون، ومنهم طبعا التحدي اللي اتعمل في السيارة بتاع ال 24 ساعة، تحدي السيارة الاسكوت. حمدي للمرة الثانية نفسه متسلطة عليه، حاطط في البوست صورة، يعني حتى هو مش قادر يقول ده للناس في فيديو. المرة الأولانية لما حط الجندي الفرنسي الغازي المحتل الأرض الجزائر، الصورة كانت سنة 58، وعمل منه بطل قومي اللي هو اغتصب وقتل، وإحنا بقى قلنا فيها يعني كتير جدا. جاب لنا النهاردة بوست وقال بصوا على البوست وشوفوا اللي نازل، ويا ريتنا ما رحنا ولا بصينا، وما زال البوست موجود، علشان لو متابعي عادل فتحي عايزين يروحوا في قناته الكبيرة هتروحوا تلاقوا البوست موجود. البوست هو موجود على هضبة عالية عالية خالص، وحاطط رجليه كده هو وزوجته، وحاطط الكوتش كده كده، يعني الكوتش كده، وزوجته برضو عاملة الكوتش كده، واليمين عنده معمولة كده في الوش، يعني مالكمش سوري في الكلام غير الحذاء أو الجزمة. هو طبعا الكوتش ده ماركة عالية جدا، وطبعا أقل حاجة ب9000 جنيه، وفي إحنا عندنا يعني عيال يا ولده لما بيروح باتا وبيشتري حاجة ب70 جنيه ولا ب80 جنيه بيبقى فرحان. ما علينا، وهو ما بيعملش دعاية ليه، لأن هو جايب إيه الوش بتاعه، فمش هنقول دي دعاية للكوتش. هل هذا مقبول من يوتيوبر علشان جمهوره بدأ يقوله ان رحلة شرم الشيخ ما كانش لها اي لازمة، وانت ما كنتش الافضل انك تكون موجود في الرحلة، وكانت في ناس افضل منك الاصول كانوا يبقوا واجهة اكتر منك، لان انت حتى لو رايح علشان تخاطب الاجانب زي ما قالوا، لان احنا حتى السنة اللي فاتت في نفس الايام دي لما جه شم النسيم بعد كده باسبوع اتمنعنا ان احنا ننزل الميه او الحدائق، وطبعا احترام وتقدير للقرارات اللي بياخدها مجلس الوزراء والدوله المصريه ووزاره الصحه حفاظا على المصريين من هذا الوباء كوفيد 19، وبالفعل التزمنا وما نزلناش نهائيا، وبقالنا سنه ما حدش، كل الشواطئ مغلقه، ومش عارفين السنه دي هيبقى فيه شواطئ مفتوحة سواء جزئي أو مغلقة زي العام الماضي. وهو بقى يبقى رايح فين؟ رايح لشرم الشيخ، يبقى بيخاطب الأجانب. طب واحد راح يخاطب الأجانب وهو لا يجيد اللغة، كل ده كان مسار اختلاف، مسار معهم هما ما يعرفوش، هو مش نجم سوبر ستار عندهم، هما اليوتيوبرات بيبقى عنده مليون فانز، علشان تبقوا فاهمين مش 2 مليون و100 ولا كلام من ده، وما اقدرش يختلط بالاجانب، وما اقدرش يتحاور معاهم او يقول لهم انتوا عاملين ايه والاستقرار ايه والجو ايه، طبعا لان فاقد الشيء لا يعطيه. فبدات ناس تسحب الاشتراكات، وبدات المشاهده تقل، خاصه لما عرفوا ان ده اعلان مدفوع. فهو بيقول ما معناها، يعني سوري في الكلام، طز فيكم، هو معنى ما فيش حاجه غير طز فيكم. نفس الشيء على فكرة ده اتعمل في مصر، وشوفوا الفرق.
هذا الكلام وأنا كنت ملم بهذا الوضع لأني كنت في المطبخ جوه المطبخ بقى. النادي الأهلي العظيم بإدارته كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب والوزير عمرو فاروق وخالد بيه مرتجي ابن الفريق عبد المحسن كامل مرتجي وخالد توحيد والدكتورة رانيا علواني بنت الأستاذ مصطفى علواني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. لما مانويل جوزيه عمل نفس الحركة وهو راكب أوتوبيس النادي الأهلي وحدث اللي حدث وبعدها بأسبوعين ثلاثة حدث موقع بورسعيد والمدرج الغربي وحدثت الكارثة اللي حدثت في بورسعيد بين ألتراس ريد ديفلز وألتراس جرين إيجلز تم ترحيل مانويل جوزيه ونهايته في النادي الأهلي. هذه هي المبادئ. ليه كان بيعملها كده؟ كان بيعمل الحذاء بتاعه في وجه الصحافة السلطة الرابعة. إنما حمد لما عمل كده عملها في وجه كل المصريين فتم بإنجازات مانويل جوزيه التي ثالث عالم النادي الأهلي مع مانويل جوزيه خد ثالث العالم. كسب مكسب أسطوري على نادي الزمالك 6-1 حقق 33 بطولة قارية ومحلية وأكثر من هيديكوتي يعني كان رهيب بالنسبة لإنجازاته لن يحققها مدرب آخر. ويظل مانويل جوزيه ضيف فقط شرف للنادي الأهلي وتم إنهاء تعاقده مع النادي الأهلي لأن النادي الأهلي نادي التقاليد مع إن أنا زملكاوي يعني بس دي شهادة حق يعني دي ملهاش دعوة. هو زعلان حمدي طبعا لأن في 100,000 تم سحبهم حب الناس تعبانة زي ما بيقولوا وضع سيء جدا مش دي لغة الخطاب. طيب وبعدين هو احنا اللي بنتشرك في مشاكلكم مش احنا. وهقول لكم بالدليل. اول امبارح طلع محمود نسيبه اخو مدام وفاء واخو ام عبده وطلع في بث مع حماد حمدي وفضلت كل الاسئله. هو بيقول انا جاي لي اسئله هو بيجاوب عليها. بيقول ايه؟ هل في خلاف بين وفاء وبينكم؟ قالوا لا ما فيش. الحاجة صح حقيقي يعني بسم الله ما شاء الله حكيمة يعني أم وفاء دي أنا شفتها إنسانة حكيمة 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 يعني أم طبعا وما تقدرش وده جوز بنتها وده برضو بنتها وكلام من. فالمهم الجوابات كلها كان فيها يعني زي ما بيقولوا ايه دبلوماسيه كبيره جدا. قالت لا ما فيش اي خلافات ولا اي حاجه وهم بيجوا هنا بس مش شرط لما يجوا هنا ان احنا نتصور. ليه ما تتصوريش ليه يا حاج؟ انا اللي هقول لك. هو انت لما تيجي بنتك وفاء وتتصور معاكي وتتصور مع محمود وتتصور مع ام عبده ما هو كده الثلاث قنوات بتاعكم هتكبر جدا. هيقول لك لا ما انتوا بتتصوروا. لا ده ممكن بقى شرط ان انا هاجي بس ما اتصورش. اتنين طب في عيد الام معروف وانا عندي ست 7 اخوات بنات منهم واحدة توفت والستة كنا يوم عيد الأم لازم اخوات الستة يجتمعوا يوم عيد الأم بأولادهم كلك. كان البيت أمي كان عندها يطلع 80 حفيد. أنا عندي 10 أمي كان عندها يطلع 80 حفيد بقى لأن اخواتي جايبين أولاد كتير جدا يعني ماشي. فالمهم كانوا بيحضروا في عيد الأم وكل واحدة اللي جايبة إزازة برفان اللي جايبة لأمها مش عارف مكوى ما كانتش الحاجات زي الايام دي اللي بتطلع بقى. طيب ليه ام عبده فضلت تروح لامها قبل عيد الام بثلاث ايام؟ علشان ما تقابلش وفاء عند امها. ما هو ده المنطق. ولكن شكرا وشابوه لام وفاء انما انتوا اللي بتدخلونا في الاسره انتوا اللي بتدخلونا في المشاكل مش احنا. علشان كده ما يتعمل لناش احنا الجزمه في وشنا. لا انتوا اللي بتطرحوا مشاكلكم واحنا اللي بنبقى ايه بنستفسر ده ليه وعلشان ايه وكده. كل التحية وكل الاحترام لحمدي ووفاء بس عيب. ورجاء فضلا وليس امرا اسحب هذا البوست من المنتدى بتاعك لانه يقلل من مشاهداتك وانت كده خلاص دي بقت في السماء والمغروب. وافتكرها كلمة كم من أساطير انتهت وكم من دول عظمى تدمرت بسبب هذا الغرور
وأعلم جيدا أن المغرور كالطائر كلما ارتفع صغر في أعين الناس وصغر الناس في عينيه. أنت شايفنا صغيرين قوي قد كده لأنك عالي، أنت عالي قوي، أنت طلعت في السماء، فلما هتبص في الأرض هتلاقينا إحنا فعلا كده هو قد كده هو. إحنا بالنسبة لك قد كده هو. قد كده هو. طب وأنت لما تبقى عالي قوي إحنا هنشوفك إيه؟ قد كده هو برضه. كل التحية وكل الاحترام لكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.